تنطلق منافسات كأس الخليج بنسختها 25 في البصرة بعد غياب طويل دام لأكثر من 40 عام. في النسخة الأخيرة التي استضافتها العراق كانت في العاصمة بغداد عام 1979، حيث حقق أصحاب الدار اللقب آنذاك بالنظام القديم للبطولة، وحل منتخبنا الوطني ثانيا. الانطلاقة الافتتاحية ستكون بين العراق وعمان في مواجهة تكررت آخر مرة في عام 2014 في خليج 22، وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. المواجهة الأخرى بين الأخضر السعودي بقيادة مدرب منتخب الأولمبي سعد الشهري أمام المنتخب اليمني. السعودية رغم مشاركته بالفريق الأولمبي إلا أن المدرب السعودي أكد بأنهم عازمين على تحقيق اللقب بالوجوه الشابة، أما المنتخب اليمني فيمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية يستغل فيها غياب نجوم الأخضر الذين شاركوا بالمونديال القطري. مواجهات مرتقبة للجماهير الرياضية الخليجية في انطلاقة خليج البصرة بنسختها 25.